السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنا الدكتور ياسر فؤاد، وسعيد إني أواصل معاكم تسجيلات النوز وتسجيلات الإير. زي ما قلت لكم تاني، اتسجلت السنة اللي فاتت وموجود عندكم على اليوتيوب اللي عاوز يراجع عليها. بالنسبة لتسجيلات النوز، إحنا زي ما إحنا عارفين من أي أورجان في الإي إن تي بنبتدي بالأناتومي بتاعه، وبعد كده الإكزامينيشن، إزاي نعمل إكزامينيشن ليه، والانفستيجيشن برضه لو هتعمل انفستيجيشن ليه ازاي. وبعد كده بنخش على الديزيز، كونجنتال ديزيز، تروماتيك ديزيز، انفلاماتوري ديزيز، اند نيوبلاستيك ديزيز. خلصنا كونجنتال ديزيز، وقفنا على التروما. بالنسبه للتروما تو ذا نوز اند بارا نيزال ساينسز، هم عباره عندك في الكتاب تقريبا 4 مواضيع. المواضيع المهمه دي هي الفورم بودي اوف ذا نوز، والفراكشر نيزال بون، والسي سيف راينوريا، والاورو انترال فيستو. بالنسبه للفورم بودي اوف ذا نوز، اول موضوع فيها في التروما تو ذا نوز، هو الفورم بودي يعتبر تروما، لان الانسان الطبيعي دخلت في جسم، في مناخير وجسم غريب، دي تعتبر تروما. زي اي مرض بنتكلم على الانسيدنس والايتيولوجي والباثولوجي، هنا يبقى نوع الفورم بودي والكلينيكال بيكتشر، سواء سيمتومز او ساين، ولو في انفستيجيشن هطلبها، والتريتمنت زي اي ايه مرض احنا متعودين نتكلم عليه كلينيكال هنتكلم عنه بالطريقه دي. ماشي. بالنسبه للاتيولوجي الاول، احب اقول لك ان هو الاتيولوجي هيدخلني في موضوع الانسيدنس، ان هو ذا موست كومن كوز اوف فورم بودي، هو ان ايه طفل بيلعب في مناخيره، فعشان كده الاتيولوجي هيدخلنا في الانسيدنس انها مور كومن ان تشيلدرن. ماشي. وبرضه الاتيولوجي دخلنا في حاجه ممكن نعتبرها باثولوجي، نوع الفورم بودي، فالحته دي طبعا ممكن طيب الفورم بودي هتعتبرها باثولوجي هتعتبرها اتيولوجي. فانواع الفورم بودي ايه، وبناء عليها هيختلف الباثولوجي بتاع الفورم بودي. الفورم بودي اللي ممكن يكون الاول هنقسمها لتو جروب كبار، هي فيجيتابل اند نون فيجيتابل. طب ليه بنقسمها فيجيتابل اند نون فيجيتابل؟ اكيد في فرق في الباثولوجي بتاع الفيجيتابل عند الفيجيتابل. بالظبط. دايما الفورم بودي يقول لك ايه؟ يقول لك الفورم بودي بتاع النوز ملوش اي قيمه اكسبت اف ات از فيجيتابل، لانه بيعمل اريتيشن. فالقاعده العامه ان الفيجيتابل لازم يطلع بدري، لانه بيعمل اريتيشن، بيعمل انفكشن. يعني لو واحد مدخل في مناخيره بزرايه، بذره سمسمه بتاع كلام من ده، حبايه فول، لازم تطلع بدري لانها اريتنت وبتعمل انفكشن. انما النون فيجيتابل الاصل فيها انها مش اريتنت ومش ايرجنت قوي انك تطلعها. ركز معايا في الحته دي برضو، انها مش ايرجنت قوي تطلعها، لان دي ايه مهمه. تمام. فالنون فيجيتابل زي الباتون مش ايرتنت. الاكسبشن الوحيد، الاكسبشن الوحيد للنون فيجيتابل اللي ايرجنت لازم تطلعه از ايرلي از بوسبل، هو الكيميكال. هو الكيميكال نون فيجيتابل فورم بودي. تمام. ده لازم تطلعه بدري. ليه؟ لان البطاريه لو انت دخلت في مناخيرك حاجه، البطاريه اول ما يخش البطاريه مش هتحس بحاجه، شويه شويه تحس بحرقان، شويه شويه تحس بريحه غريبه، شويه شويه تحس بريحه شياط. البطاريه كل شويه تطلع كيميكال سلفوريك اسيد، زي ما احنا عارفين الحمض الكبريت بيخش في تركيب البطاريات، فالحمض الكبريت ممكن ياكل السبتم، يعمل فيه خرم، فهو خطر لانه هيعمل سبتم بيرفوريشن مالوش علاج. ماشي. فبالتالي الاصل النون فيجيتابل فورم بودي از نوت ايريتنت، مش ايرجنت انك تطلعه الا لو هو كيميكال، فده ايرجنت انك تطلعه. تمام. برضو في ساعات فورم بودي بيبقى هو الاصل فيه ان هو ما هوش، يعني هو يعتبر ممكن نعتبره شويه سكريشن، ومع ذلك تحولت لفورم بودي زي الميتال حديد. يعني ازاي؟ يعني في نوع حاجه اسمها الراينوليث. الراينوليث ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بدايته كانت بدايه سكريشن، شويه سكريشن، وبعدين واحد لعب في مناخيره بقى قطن ولا حاجه، ساب حته قطن في مناخيره. تمام. مع الميوكس، مع البلاد كلوت، مع حته قطن صغيره، دايما بدايتها بتبقى قطن صغيره. تمام. او حته شاشه منسيه في المناخير، او حته واحد لعب في مناخيره بورقه وساب ورقه. فخلي بالك الفورم بودي لو ساب فتره طويله، خاصه لو هو ورقه او حاجه سبونج او حاجه سفنجه، ممكن الفورم بودي زي السفنجه وكده، ممكن الميوكس والبلاد كلوت يلف حواليه، ومع الزمن يحصل ايه؟ يحصل لها تكلس، يحصل بريسيبيتيشن للكالسيوم والمغنيسيوم عليها، وتتحول من ورقه لحجره. عارفين حجر ورقه مقص؟ نفس الكلام. تتحول من ورقه في مناخير العيان لحجر
تمام جوه المناخير، تتحول لحجر ترسب الكالسيوم والمغنيسيوم فيها من النيزل سكريشن، وعملت حاجه اسمها راينوليث. ماشي، فراينوليث عباره عن فورم بودي تغير طبيعته، هو كان نان فيجيبل وكان ملوش قيمه، كان حته ورقه اتسابت واهملت لان الدكتور قال لها مش ايريتنت، مش مشكله، خلي الورقه في مناخيرك. مع الوقت حصل بريسبتيشن للكالسيوم والمغنيسيوم عليها، تحولت لحجره، وده شكل برضه نموذج لراينوليث. ده ميدل تيربنت، تمام، وده الانفيريور تيربنت، وده السيبتم. طب السيبتم عامل كده ليه ومش واقف؟ عدل ليه كده؟ لان السيبتم ديفيشن، الحته دي واسعه، وعشان كده الحته دي واسعه. الراجل كان بيحب يلعب في مناخيره وفيها عشان هي واسعه وجميله، بيعرف يدخل فيها ورق وبيتحس بمتعه كده وبيدخل ورق في مناخيره. فمره دخل عود قطن يلعب في مناخيره، طلع العود من غير القطنه، ساب القطنه، وبعدين هو مش عارف اصلا القطنه طلعت ولا ما طلعتش، ما علينا، الدنيا هنا واسعه والامور ماشيه والدنيا تمام، ونسي خالص القطنه دي. عدت الشهور والسنين لحد ما القطنه دي تحولت لحته حجره ترسب عليها الكالسيوم وبقت راينوليس، تمام. تطليعها صعب جدا، ماشي. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر هنقسمها لسيمتومز وساين، وزي ما احنا حطينا القاعده اللي في الاول، لما تيجي تحط سيمتومز لاي اورجان ارجع للاورجان ده ايه وشوف السيمتومز بتاعته ايه. احنا عندنا حاجه اسمها نيزل سيمتومز خاصه بالنوز، وهي نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، نيزل هايبوسميا، والبين اللي هو القصف المشترك في جميع الاورجان. يبقى عندنا نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، هايبوسميا، ديكريز سميل، والبين اللي هو القصف المشترك. العيان ده هيعدي بكل المراحل دي؟ لا، قال لك اول مرحله زي ما احنا قلنا بتبقى مش مفيش انيشال ستيج، بيبقى شويه بين خفيف كده، وممكن مع حشره الفورم بودي يحصل شويه بليدنج خفيف كده. بعد كده يخش في مرحله البليدنج ويف والبين هيدي، والجسم اتعود على الفورم بودي اللي هي بيسموها سايلنت ستيج، وممكن الراجل ينسى ان عنده في مناخيره فيها فورم بودي، تمام. بعد وقت يبتدي الفورم بودي بقى يعمل اريتيشن ويعمل لنا انفكشن، فيخش بقى في ايه، في مانيفست ستيج، ويبتدي يحصل سكندري انفكشن والسريشن، وهيجي بقى ساعتها بالنيزل سيمتومز اللي هي كاركترستيك انها كلمه يونيلاترال. يونيلاترال، وركز على الاوبستراكشن والديسشارج، والديسشارج هنا بيبقى بورلنت وباد اودر، يبقى ويونيلاترال، نركز انها يونيلاترال، فورم بودي دايما بيبقى يونيلاترال. ماشي، صعب قوي واحد يدخل قطن هنا اهو وينساه، وبعد كده يدخل قطن هنا وينساه، ده عاوز واحد يعني غلس قوي، لان في الاول وفي الاخر اللي بيعمل كده بيبقى طفل، فالطفل غالبا دخل هنا تعب خلاص مش هيدخل في الثانيه، يعني مش مفيش طفل غتيت قوي كده، ماشي. ممكن لو مجنون يعملها، لكن لو طفل ما عملهاش، ماشي. افتكر الاعراض دي، طفل جاي لك ناحيه واحده فيها كتمه وصديد اصفر طالع من مناخيره وريحه بقه وحشه، او ريحه مناخيره، ما في ريحه وحشه طالعه عموما، في حاجه معفنه كده، اوعى تقول لي ده الواد ده عنده لحميه، نديله علاج كده لما نعمل له عمليه، ولا لا ده اتلعب شويه برد، روح خدي علاج للبرد وايه وتعليل، ماشي، وتديها في الموكس، تاخد 3 ايام في الموكس، ترجع لك تقول لك يا دكتور لسه ما خفتش، ايوه ده في الموكس ده طلع وحش، خدي هاي بايوتك، تاخد هاي بايوتك شويه وترجع يوه انت ما خدتش اصلا دي من الاول حقن، تعالي خدي حقن سيفتاكسيت وزي الفل، وعمال يغير في الانتي بايوتك ويجيب انتي بايوتك ويحط اير دروبس ونزل دروبس، وكل ده حرام على يعني. ويجي الدكتور بقى تاني يروح تك مطلع الفورم بودي، الواد خف ولا ميديكال تريتمنت ولا اي حاجه، تمام. حط قاعده في دماغك دي، تشيلدرن ويز يونيلاترال نزل اوبستراكشن اند ديسشارج ويتش از، خاصه لما يكون بوريلانت وباد اودر، يساوي فورم بودي تيل بروفد اذروايز. طفل بالمنظر ده عاوزك تعرف ان ده يساوي فورم بودي تيل بروفد اذروايز، وساعات بتنزل في الامتحان كلينيكال يجيب لك صوره دي ويقول لك ايه كومنت، تمام، تروح قايل له ان راتر نزل ابستراكشن موست بروبابلي اوفنسيف ديسشارج موست بروبابلي فورم بودي، ماشي. ساينز هي دي، لكن هي دي تعتبر ساين، ماشي، انا هشوف في راتر ديسشارج، بس مزيد بقى من الساين دي انك تشوف الفورم بودي، او لو مش قادر تشوفه ممكن تحسه، ماشي، ولما تيجي تحسه حس احساس الكالسيوم جراتنج سنسيشن دي بتاع الكالسيوم، ممكن تحسه بالبروب، ماشي، تمام. يبقى في الساينز ما تنساش الانسبكشن، بس انت ممكن تضيف الانسبكشن ان نشوفه بالانتيريور انسكوبي واشوف الفورم بودي وما شفتوه، ويا سلام بقى لو عرفت تعمله بالبيشن كمان عشان اتاكد ان الفورم بودي مش جسم غير، يعني مثلا حاجه زي كده بالذات في راينوليس، انا ما اعرفش دي قطمه ولا ايه بالظبط، حسها، ماشي. بالنسبه للانفستيجيشن، هل اعمل انفستيجيشن للعيان بتاع فور بودي؟ هنعمل له انفستيجيشن، نعمل له ايه؟ هو دايما الكلاسيك اكس راي، اكس راي عشان اشوف يعني في الطفل الصغير خالص اللي مش قادر تفحصه ومش قادر، يا ابني تعالى اشوف بس ايه القرف ده، الصديد الاصفر ده ايه اللي وراه؟ ما ده صديد اصفر، انا مش شايف فورم بودي، انا ما اقدرش اقول فورم بودي،
انا بقول لك ان لاترال نيدل اوبستراكشن از اوفنسيف ديسارج يساوي فورم بودي وتيل بروفد اذروايز. ماشي انا بس انا عشان احلف ان ده فورم بودي لازم اشوفه، انا امسك الواد عاوز اطلع منه يا ابني. طب نف يا حبيبي الحاجات مش عاوز ينف. طب طب هات اعمل لك ما فيش، طب هات اشفط لك ما فيش. الواد عمال يجري ويتنطط ومش قادر تمسك. طب يعني ماشي، طب نخيله على اكس ري يمكن يطلع لايه فورم بودي ريدي اوبيك وخلاص اتحلت، ويطلع مش هو في الاصل ما كانش ريدي اوبيك، بس لما ترسب عليه الكالسيوم بقى ريدي اوبيك زي الراينو ليس. ماشي في ساعتها اتحلت ماشي. وبرضه الراينو ليس بنحتاج نعمل لها سي تي كمان على فكره عشان نشوف هي واصله لفين. ماشي نعالجها بقى ازاي؟ طبعا العلاج ريموفال، مفيش انتي بيوتيك هنا، هندي له انتي بيوتيك، ندي له انتي بتاع انتي فورم بودي تريتمنت از ريموفال. خلصت فورم بودي تريتمنت از ريموفال بس. اي حاجه تانية؟ اه ما ماشي يعني، يعني تكملات اي كله بقى كله قول قول زي ما انت عاوز، لكن المين تريتمنت هو ريموفال. هتشيل زي اسهل حاجه ان بندخل اله معوجه، اي اله ليها خطاف كده اسمها هوك، وادخلها من مناخيره ورا واروح معديها ورا الفورم بودي، واروح راجع بيها تاني تروح طالعه لي بالفورم بودي. ماشي بنعمل ترايل الاول في العياده في الاوت بيشنت كلينك تمام. وتخلي بالك في الترايل بتاعتك دي ان الفورم بودي ممكن لو انت داخل دلوقتي الفورم بودي وداخل بالهوك من وراه عشان تجيبه وتطلع بيه، لو انت داخل بالهوك رحت زائل الفورم بودي لجوه ممكن يسقط على زوره وفي ريسك ان يحصل له اسبيريشن للفورم بودي. فعشان كده ما تحاولش كتير، لو حاسس انك مش مالك اعملها اندر جنرال اناسيزيا، وهي دي ان احنا بنقول عليها جنرال اناسيزيا. ما تترددش انك تعملها لو طفل ان كوبرتيف مش قادر تعمل له تمام، عشان انت خايف من السفوكيشن وخايف ان الواد وانت داخل بالهوك هوك يعني انا خطاف معوجه. طب افرض الواد هو عامل كده وراح الهوك ايه عوج وراح الهوك بقى شبك، عامل عارف الهوك خطاف شبك في الانفيرو تيرمنت، راح الواد عامل كده راح الخطاف بتاعك طلع في الانفيرو تيرمنت في ايدك كده. لا لا ايه ده، ده الفورم دي، لا ده الانفيرو تيرمنت حضرتك لسه الفورم دي جوه تمام ماشي. فايه يعني ايه فريسك اوف انجري عالي يعني تمام. فمش هينفع تاخد راحتك قوي، لازم يكون الواد كوبرتيف ماشي تمام، او متكتف كويس ماشي، ما هو كوبرتيف او ايه او الاب عرف يكتفه ماشي تمام. وخلي بالك من حاجه، لو لما الواد يكون نايم، لو لا اسف لما لو فورم بودي امباكتد، ما انا ممكن اعمل حركه ظريفه قوي، انا عمال اشد مش عاوز يطلع، اشد مش عاوز يطلع، ازق الورق اللي ماشي اه. طب ما ليه الواد ده ما نايموش وازقه لورا، ما انا مامن الايروي، الواد واخد جنرال اناستيزيا ومركب اندوتراكيال تيوب والايروي مطمن عليه، بدل ما ازق الفورم بودي لقدام. وافرض الفورم بودي مثلا عباره عن ايه، حاجه مثلا مكعب ولا حاجه ليها بروز، اجي اشدها لقدام تروح معوره لي انفيرو تيرمنت وطالعه. طب ما تيجي ده ازقها لورا ورا اوسع، انت زي ما احنا قلنا الانهين اضيق، الانتيرو نزل فالف اللي هو نزل فالف يعني، اسف انترنال نزل فالف هو بيتقال عليه نزل فالف، ولا الكوانه؟ لا النيزل فالف ادي حته في المناخير، فبدل ما اعدي على النيزل فالف واعور النيزل فالف وما ادراك ما جرح النيزل فالف، طب ما اعديها من ورا وازقها ورا وتخش من المناخير بالبق وخلاص. اقدر اعمل الحركه دي صحي اوبسوليت ممنوع تعملها وهو نايم، فدي من ضمن الانديكيشن جدا انستيزيا انك تيجي تشد فروم بودي ما بيطلعش معاك. اخيرا برضو بعمل جنرال، ممكن تعتبرها الانديكيشن الثالث بتاع جنرال انستيزيا لو فوق راينو لسه كبيره ومش عارف اطلعها بالمنظار، ساعتها ممكن اعمل رتر راينوتومي واروح كسر العظم بتاع نزل بون واروح زي نزل بون ومكشف نزل كده. طبعا الكلام ده كلام عنطة صراحة يعني، عشان راينو ليس كبيره اعمل رتر راينوتومي الكلام ده مش منطقي دلوقتي. طبعا الاندسكوب هيجيبها، مش قادر يجيبها خش بحفار ومعاك الاندسكوب ومعاك دريل وكسر فرتكها كسرها الاول وطلع حتت، انما اعمل راينوتومي عشان الفورم بودي عليه كالسيوم يعني ما بقاش منطقي قوي دلوقتي. مكتوب عندك في الكتاب ماشي تمام، ان انا افتح لاترا اذا كان الانجي فابروما اللي كنا بنعملها لاترا رينوتومي ما بقناش بنعملها، لان بنعملها اندسكوبك. نقوم نيجي على فورم بودي نعمل لاترا رينوتومي، ما علينا. نخش على الموضوع الثاني في التروما اللي هو فراكشر نيزل بون تمام. فراكشر نيزل بون من الاخر كده، واحد واخد بوكس وايه ومناخيره اتكسرت ماشي. هنتكلم على الايتيولوجي والباثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. انا كان نفسي في الدرس اللي فات ده تعتبر دي ايتيولوجي اللي هو الانسيدنس، والتايب فروم بودي باثولوجي وكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. انا عايزك تعود نفسك على انك تثبت عناوينك في الكلينيكال، عناوين ثابته ايتيولوجي باثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. من ساعات بنحط الكومبليكيشن
بعد الكلينيكال بيكتشر ساعات بنحطها تبع الباثولوجي. تمام. الشاهد ان ثبت عناوينك ماشي. يعني مثلا انت عندك، انا عارف كتاب مش تقريبا مش كاتب عندك باثولوجي، حط كلمه باثولوجي عشان تبقى مثبت عناوينك ماشي. الفراكشر نيزل بون اتيولوجي لسه قايلين، واحد مضروب البوكس يعني هو دايما اكتر في الرياضات في السبورتس ماشي، او في ال يعني اللي هو ليه العربيات، حوادث العربيات. او الاشهر بقى دلوقتي ايه؟ طبعا الخناقات، خناقات ماشي، البلطجه يعني وخناقات. إيه واحد يجي من غير مكسور اكيد واخد، اكيد واخد بوكس، اكيد كان متخانق يعني ماشي. الباثولوجي المهم ايه؟ ايه هنتكلم على حاجتين، نوع نوع الفراكشر ونوع الريزلت بتاعت الفراكشر، نوع الديفورمتي. يعني واحد جاي يقول لك انا مضروب بوكس ومناخيري اتكسرت، واحده واحده كده اهو. الاول نوع الكسر ايه؟ هو كسر في النيزل بون دي، او على فكره دي اول حاجه مهمه، ان الكسر في النيزل بون دي اهم حاجه مهمه. طيب نوع الكسر اللي في النيزل بون، هو في انواع، في انواع ماشي. وبعد كده نتج عن الكسر ايه؟ ده تايب اوف ديفورمتي، ودي اهم حاجتين لازم اعرفها. نوع الكسر في النيزل بون، انت مكتوب عندك التقسيمه السيمبل اللي انت خدتها حتى السنك في الشرعي، ان اي فراكشر في الدنيا بنقسم ل، وفي الباثولوجي برضه بنقسم لسيمبل فراكشر وكومباوند فراكشر. يقول لك سيمبل فراكشر يقول لك الجلد اللي عليها سليم، كومباوند فراكشر يعني الجلد كمان مقطوع فاصبح فراكشر في العظم وقطع في الجلد. يا سلام ماشي، ده قال يعني الجلد هيفرق يعني ماشي، فهو يفرق في الشكل بس مش هيفرق قوي في الباثولوجي الاساس يعني. فهو يا اما يكون سيمبل مع مش الجلد سليم، هو العظمه بس اللي مكسوره، يا اما كومباوند الجلد مكسور مقطوع والعظمه مكسوره، ممكن تشوف العظمه من من ايه، من الجرح ماشي. طيب نوع الديفورمتي ايه بقى؟ نوع الديفورمتي عندنا يا اما يكون مفيش ديفورمتي زي الاطفال، اسف مفيش ديفورمتي نتيجه ان فراكشر ان بليس، في قاعده كلمه مشهوره جدا يقول لك فراكشر ان بليس، كسر في المكان، يعني العظمه اتشرخت وما اتفرتكتش ما اتغيرتش شكلها، بيسموها فراكشر وزود ديفورمتي او فراكشر ان بليس او فيشر فراكشر، كلها اسماء لحاجه واحده. لا اما فراكشر ويز ديفورمتي، الفراكشر ويز ديفورمتي بتقسم لايه؟ لا اما يكون المناخير شكلها عامل كده اهو، حصل لها سي شيبد فراكشر، تعوجت سي شيبد، ها حرف السي اهو، وده بيبقى نتيجة ان النيزل بون نفسها حصل لها ديفيشن كده اهو، ونظرا ان السبتم في مكانه متعشق في نيزل سباين، فاصبحت المناخير النقطة دي ثابتة والنقطة دي ثابتة والنيزل بون اتكسرت، فاصبحت المناخير سي شيبد، وده يعني واخد لاترال تروما. لما يكون المنظر ده ديبريزد فراكشر، واحد واخد بوكس من فوق كده اهو، عمل ايه؟ كسر النيزل بون لجوه، وخد معاه النيزل بون، وخد معاه البري بنديكولار بريتو سمويد، وخد معاه جزء من ال، وسبت الكارتج فضلت زي ما هي محافظه على الدورسم وزانوز، اصبح سي شيبد ديفورماتي. اخر حاجه لو هو كومنيوتد فراكشر يبقى ده ميجر تروما ماشي. تمام، فدول اهم نوعين، والكوميونتد فراكشر ده يعني كذا حته اتفرتكت، ده بيبقى في الميجر تروما، ده مش قادرين نقول عليه سي شيبد ولا ديبريسد فراكشر لان المناخير متفرتكه فيها كذا حته ماشي. كلينيكال بيكتشر، دي كلينيكال بيكتشر دي، تعالى شوف ده عنده ايه، عنده ايه حضرتك؟ انا شايف فيه ديفورمتي سي شيب، شايف عينه محمره، في وفي كيموزس تمام، تجمع دموي وبروزس، ممكن ده اكسترنال ووند ماشي، وفي هيماتوما، واجي احط ايدي على وشه تندرنس عنيف تمام، واجي وممكن احس بالفراكشر بالبيشن، احس بالفراكشر، احس كريبتس تحت ايدي، الكريبتس دي يا اما من الفراكشر نفسه احسه، احس العظمه بتعمل زي قشر بيض كده، كانك حاطط ايدك على قشر بيض، حاسس بالكريبتس بتاع الفراكشر، او الكريبتس دي سببها ان الهواء تسرب من النزل البون المتكسره دي ودخل تحت الجلد وعمل سبكوتينيوس انفيزيما، سواء دي او دي، دول اللي يعملوا ايه؟ فراكشر، دول اللي تحسهم. هنجمع كل الكلينيكال بيكتشر دي، بس هنعتبرها اكسترنال كلينيكال بيكتشر اللي هم عندك الثلاثه دول، انا حطيتهم الثلاثه بعض في الاخر، اللي هي اكسترنال ووند، وفي كيموزس بلاك اي، وفي سيرجيكال امفيزيما لو هو الفراكشر وصل للسمويد الهواء يطلع تحت الجلد، وفي اكسترنال ديفورمتي، وانا ممكن احس الكريبتس بتاعت الفراكشر، انا اسف تندرنس وكريبتس دي هتتحط مع ايه؟ الاكسترنال، يبقى اسف تندرنس وكريبتس دي كمان نحطها مع الايه؟ مع الايه؟ مع الاكسترنال ووند، يبقى احط الثلاثه دول
مع البين وتندرنس وكريبتس اللي هي نتيجة الفراكشر. يعني كريبتس دي حاجة بالاتنين، يا اما نتيجة الفراكشر يا اما نتيجة السيرجيكال امفيزيما. احس بقلالة تحت ايدي يا اما تكون دي سيرجيكال امفيزيما يا اما كريبتس من الفراكشر. كل الحاجات دي اكسترنال. فاضل لك انترنال. انترنال يعني نوز، نيزل سيمتومز. نيزل سيمتومز ما هم النيزل سيمتومز الاربعة؟ نيزل اوبستراكشن في هنا؟ اه في اوبستراكشن. طب الاوبستراكشن ده سببه ايه؟ كتير. العوجة المناخير دي نفسها تعمل اوبستراكشن. لو حصل هيماتوما جوه السيمتوم تعمل اوبستراكشن. لو حصل المناخير اتملت ببلاد كلوت تعمل اوبستراكشن. ماشي؟ فكل الحاجات دي تعمل اوبستراكشن. ماشي؟ هل في ديسشارج؟ اه طبعا في ديسشارج وبيستاكسيز اهم من الشارج. ما اللي بيستاكسيز نوع من انواع الشارج، البيستاكسيز وبلادي ديسشارج. فعشان كده اللي بيستاكسيز هنحطها بعد الشارج. ماشي؟ عشان نمشي القاعده بتاعتنا اربعه. نزل اوبستراكشن والشارج وحط عليه مراكز على البيستاكسيز. بيستاكسيز يعني ايه؟ بلاد من نوز. اخر حاجه البين القاسم المشترك. هنا البين بتاع الفراكشر بيبقى بين عنيف طبعا، وممكن نعتبره فيشيال بين زي ما قلنا. البين هنا في النوز بنسميه فيشيال بين. في هنا سميل ديسفانكشن. اه في سميل ديسفانكشن بس مش وقت، يعني واحد مخبوط عامل حادثه وجاي يقول لك يا دكتور الحقني انا عملت حادثه وما بقتش قادر اشم. ده يبقى حشاش رسمي. يعني اللي يقول لك انا عملت حادثه ومش قادر اشم هو ده اللي مضايقه، يبقى ده واضح ان هو مش قادر يشم مخدرات يعني. تمام ماشي. يعني فعشان كده مش مهم تذكرها يعني. وسط الهيصه المعمعه دي عينه محمره ومناخيره معوجه ومش قادر تلمس مناخيره ويقول لك مش قادر اشم، يعني يبقى طبعا الله يكون في عونه يعني الحشيش مش قادر يبطله يعني. لكن انت لو عاوز تكتبها كزياده ماشي. انفستيجيشن طبعا جري او اجري جري. ايه النهار ابيض مناخيرك معوجه، اجري جري اعمل له اكس راي وسي تي وام ار اي عشان نشوف واحده واحده الراجل ده. انت كده شخصته ولا ما شخصتوش؟ شخصته. عنده فراكشر ونزل بون معوجه اهو. الراجل ده شخصته ولا ما شخصتوش؟ اه شخصته. عنده فراكشر ومناخير داخله لجوه اهو. عامل اكس راي ليه؟ يعني انت تتوقع الاكس راي هيفيدك فيه؟ ده ايه رايك بقى ان الاكس راي ساعات بيخدع في النورمال ويدي المناظر على انها فراكشر؟ سيوتشر لاين في الاكس راي ساعات بتبان على انها فراكشر. يعني الفراكشر الاكس راي مش هيبقى دقيق قوي، والسي تي هيبقى دقيق بس هيتعرض على اشعه على الفاضي. ففي الاخر الايمجنج از ميديكو ليجل. يعني ايه ميديكو ليجل؟ يعني بعملها علشان ما يتقالش بعد كده ما اصل انا خلي بالك ده الراجل ده هدخله العمليات واعدل له مناخيره. وعمر بقى اللي اتكسر مش زي السليم، صح كده؟ يقول لك الازاز لما بيتكسر عمره ما يتصلح، زي ما بقول لك يقول لك عمره ما المكسور هيبقى زي السليم مهما اتصلح فيه، المكسور مكسور. فافرض جيت تصلحها ما عرفتش تصلحها قوي، فقال لك ايه يا عم الحاج انت بوظت مناخير، انا اصلا كانت مناخيري مش مكسوره وانت دخلتني المستشفى كسرتني. ايه هعمل لك اشعه عشان تثبت ان مناخيرك كانت مكسوره. عملت دخلت الراجل العمليه وعملت له تصليح من غير اشعه تمام، وعمليتك نجحت زي الفل والراجل طلع عمليات كده كده مفيش في غلطه، برضه الراجل هيزعل منك ليه؟ الوقت انا هيزعل منك ليه بقى كدكتور؟ انت طلعته من العمليات مناخيره سليم، هيطلع من العمليات زعلان منك برضه ليه؟ عاوز يطلب تعويض. انت دلوقتي رجعتني سليم هروح اطلع اطلب تعويض ازاي بقى؟ هقول للناس مناخيري كانت مكسوره؟ مكسوره انت مناخيرك زي العسل ده ولا مناخير كليوباترا تمام؟ واخد بالك؟ فهتيجي تطلب تعويض ازاي؟ فالاكس راي هنا ميديكو ليجل. فهمت يعني ايه كلمه ميديكو ليجل؟ ليها مع الراجل ده مخبوطه يحتاج يرفع قضيه، عايزين حاجه تثبت ان كان مكسور. ماشي تمام؟ فميديكو ليجل تمام؟ دي كلمه عن معنى كلمه ميديكو ليجل، اثبات الحادثه اثبات الواقعه. ماشي؟ العلاج زي ما قلنا في المناخير في حاجات خارجيه وحاجات داخليه. تعالى نعمل الحاجات الاونطه الاول كده، لو ما اتعور من بره صلح التعويره، لو ما بيجيب دم وقف الدم، وبعدين تعالى بقى نفكر في اهم حاجه المهمه بقى، نفكر في الايه في الفراكشر. ولو انت تفتكر الرولز اللي انت خدتها في الشارع برضو اللي هي الاي بي سي دي اي، هيقول لك ان اي عيان عامل حادثه اول حاجه اشوف الايروي. طبعا نزل فراكشر ايزوليتد ملهاش دعوه بالايروي، ما يتنفس من بقه ماشي، بس بشوف الايروي. البي بشوف لو في عندك اي البريسنج لو نفس وفي مشكله اصلح النفس. السي سيركوليشن لو في بليدنج اصلحه. بعد ما اعالج الشوك واصلح اي بليدنج. اخر حاجه الدي لو في ديفورمتي اصلحها. فالبليدنج والسيركوليشن اوقف الدم وخيط الغرز الجروح اللي بتجيب دم اوقف الدم اللي من جوه، يعني اوقف الدم اللي من بره بالغرز اوقف الدم من جوه، دي حرف السي سيركوليشن. خش بقى على الديفورمتي صلح الديفورمتي بقى، دي الخطوه الثانيه. طيب
انا اقسم الفراكشر. احنا سائلين يا دكتور ان الفراكشر عندنا في فراكشر اصلا من غير ديفورمتي وفي فراكشر بديفورمتي. اللي من غير ديفورمتي خلاص روحه تعمل له ايه، بس ادي له ميديكال يعني اعمل له كونزرفتيف تريتمنت، تعمل له اي حاجه. قول لي يا عم خد لك فلوموكس بتاعك اللي انت بتحبه تكتبه ده فلوموكس ماشي، وحط له كمادات وادي له مسكنات. الكمادات بتبقى مكتوب عندك هوت فومنتيشن، هو صراحه كمادات بتبقى اول يومين كمان كولد فومنتيشن، بالذات اول يوم، اول يوم كولد فومنتيشن، اليوم الثاني فيه خلاف، بعد كده ممكن هوت فومنتيشن. بصراحه هوت فومنتيشن دي اذنك اشطب على هوت، هو الاول يوم كولد واليوم الثاني ممكن كولد برضه وبعد كده هوت، لكن هوت فومنتيشن من الاول لا لا طبعا لا، اول يوم كولد 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 يعني لا هوت ايه يا عم ماشي، فمعلش اشطب على الهوت فومنتيشن ماشي. طب ليه ايه الكولد بيوقف بيمنع ان الاديمه تبروجريس، الهوت بيعالج التجمع الدموي بيعالج الاديمه بس بعد ما تكون ويل فورمت، لكن الكولد بيمنع الاديمه انها تزيد تمام. فبالاول بيبقى كولد فومنتيشن بعد كده هوت فومنتيشن تمام. بعد كده الفراكشر وده ده اللي هو الفيشر فراكشر. بعد كده الفراكشر ويز ديفورمتي هبتدي بقى ايه اصلح الديفورمتي. اصلح الديفورمتي ازاي يعني؟ هما ده خلينا نتكلم، سيبك انت من ده غلس شويه، خلينا نتكلم عن الراجل ده. الراجل ده كان مخبوط بنيه كده اهو في الاتجاه ده، يعني مخبوط من الشمال لليمين ماشي كده اهو. الراجل ده مخبوط من الشمال لليمين كده اهو تمام. انا عاوز اصلحه، اعمل له ايه؟ في حلين. الحل الاولاني ان انا اخبطه من اليمين للشمال بس كده، اديله بوكس كده اهو هتتصلح. انت اتضربت كده اهو، اروح انا اضربك كده اهو ماشي تمام. وطبعا الحل ده مش شيك، فالحل التاني ان انا اخش بآلة من هنا اهو وامسك العظمه دي النزل بون دي وامسكها بايديا من كده واروح تيك عوجها كده اهو وطالع بيها ايه وطالع بيها ايه لقدام ماشي. الآلة دي اسمها ويلشام فورس. بس السؤال بقى دلوقتي اعمل الحركة دي امتى؟ اعملها دلوقتي في العيان ده الصراحة ممكن تعملها دلوقتي، ممكن تدخل الآلة في المناخير وتزق العظمة. ليه؟ انا شايف الإديمة مش عنيفة، انا شايف الراجل لسه عينه محمرة شكله لسه مخبوط دلوقتي والإديمة مش جامدة، الحق اصلحها دلوقتي قبل ما اعرفش اصلحها بعد كده. طب افرض العيان جالك بعد ما الإديمة اتكونت، اللي هي دايما بتتكون بعد 6 ساعات، عشان كده بنقول في الاول كولد عشان الإديمة ما تتكونش. جالك بعد ما الإديمة اتكونت وبقت مناخيره ورمه قد كده اهو، هتيجي تخش تصلحها. اولا انت مش عارف نوع الديفورمتي ايه من كتر القديمه، هتيجي تصلحها انت مش عارف تصلح لحد ايه. ما انت ممكن خلي بالك دلوقتي الراجل ده مخبوط كده اهو صح، انا مطلوب مني ايه؟ امسك العظمه المكسوره دي واروح اعدلها كده اهو. العظمه على فكره لما تيجي تعدلها هتلاقيها لا مؤاخذه مهلبيه تحت ايدك، يعني ممكن تجيبها كده اهو، ممكن تجيبها كده اهو، يعني ممكن تعكسه بدل ما هو سي كده اهو تخليه سين، يا اما الثانيه تخليه ريفرس سي يعني بدل ما هو كده يبقى كده تمام، يعني العكس خد بالك. فلو انت عندك قديم عنيفه انت مش عارف انت بتصلح ايه، انت عمال تلعب في مناخيره وخلاص مش عارف الصح ايه، انت مش عارف هتصلح لحد فين ماشي، فانت مش قادر تعمل ايفالويشن صح لشغلك. عشان كده يستحسن ما تلعبش في مناخير العيان في الفتره دي، استنى استنى يعني ما الدنيا ما طارتش لحد ما الاديمه تروح. دايما الاديمه بتروح بعد اسبوع، ممكن ترجع تشتغل تاني في مناخيره بعد اسبوع، ما هيبقى اصعب شويه بس ممكن، لسه الكسر ما لحمش لسه الدنيا طريه. عدى اكتر من اسبوعين حضرتك، يا نهار ابيض انت جاي لي بعد ما اسبوعين وبعد ما الكسر ده لحم وخلاص عمل كيلس فورميشن وبدا يعمل نيو بون فورميشن، لا ده انت حالتك بقى ايه مش نافعه خالص، ده انت محتاج عمليه تانيه خالص، محتاج قصه تانيه. ناخدهم واحده واحده. اول حاجه immediate لو جالك خلال 6 ساعات زي الراجل الطيب ده هعمل له ايه؟ هعمل له دي. ايه الراجل ده؟ ده راجل مسكنا المناخير نزل بون ديب ويلشام فورسب، مسكتها وابتديت اعوجها كده اهو واعدلها في النص، وفي نفس الوقت على فكره وانا بعملها كده اهو بصبعي بخش بعمل كاونتر تراكشن في الاوبوزيت سايد، في الاوبوزيت سايد بعمل كاونتر تراكشن بصبعك، وصبعك ده مهم جدا. انا مش عاوز اقول لك انت لو اتزنقت، يعني مثلا انتوا مثلا قاعدين في راوند وواحد منكم وقع على مناخيره اتكسر، والراجل مش عاوز يروح للعياده وقرفان، او انت عاوز تنجزه بسرعه قوي قوي قوي
انت ممكن بايدك حركه دي تدخل تحط صبعك الوزوق من غير جراوه تعدلها بساعتها على طول من غير الفرس ده. فزائد صبعك اليمه الثانيه فعلا مهمه، فعلا بوكس اليمه الثانيه ده مهم، بس مش بوكس، هو بايدك كده بيزق من غير اليمه الثانيه، يعني هو مخبوط كده اعدلها جراوه بس، الموضوع سهل جدا. بس يا حبذا لو معاك اله داخله جوه المناخير وبتزق المناخير وتعدلها، سواء ويلشن فورسب او ممكن تخش بمشرح او اي حاجه حديده يعني ترفع النيزل بون، ماشي؟ دي اسمها ريدكشن اوف ذا نيزل بون باي ويلشن فورسب. طب لو السبتم معوج، في اله تانية اسمها اش فورسب، بتمسك الحته المكسوره من السبتم وبعد ما تمسكها كويس بترجع بيها لورا تشدها، فتقوم متخلخله، لان دايما النزل يعني النزل سبتم، يعني الراجل الطيب المحترم ده عنده فراكشر فين؟ في ال عنده ديبريز فراكشر. عارفين ديبريز فراكشر ده سببه ايه؟ اقول لكم ببساطه، ده عنده على فكره فراكشر في النزل سبتم، هو اصلا كان عنده نزل بون واقفه كده اهو، كان عنده نزل سبتم كوادرانجولار كاترج كانت واقفه كده اهو، متخيلين في وضعها القديم كانت واقفه كده اهو، والنزل بون كانت كده اهو، ده الوضع القديم، ماشي؟ ده النزل بون. طيب ايه اللي جرى للنزل بون حضرتك؟ انت شايف اللي جرى للنزل بون، انا مش محتاج اقوله لك، ماشي؟ انا عاوز اوريك اللي حصل للسبتم، ماشي؟ ايه اللي حصل للسبتم؟ هرسم الوضع الجديد للسبتم باللون الازرق. اللي حصل للسبتم حضرتك ان هو اتدخلخل جوه كده اهو، وبقى عامل كده اهو كارتريجنا السبتم. طيب البوني سبتم متغير مكانه؟ في الغالب لا، في الغالب ما تغيرش مكانه، تمام؟ ولكن ماشي، يعني خلينا واقعيين شويه يبقى كده احسن، ماشي؟ في الغالب ما اتحركش مكانه، ولكن الكارتريجنس باتت في السبتم في البوني، يعني ده الكوادرانجولا كارتليج اللي هو كوادريلاترا كارتليج اللي هي السبتال كارتليج، وهنا كان في بريبندكولار بليت اوف سمويد، وهنا اللي هو الايه الفومر وايه وماكزيلا ريكريست، صح؟ اللي حصل لما خد البوكس ده راحت النزل بون رجعت لورا، والنزل كارتليج بتاعت السبتم سبتال كارتليج دخلت عشقت في قلب، بقت طبقتين، بقت طبقتين، بقت طبقه يعني اللي ما بقتش ما بقتش في سوتشر بينها وبين البون، لا ده دخلت كده اهو، يعني عشقت دخلت جوه، عدت البون ودخلت جوه، فاصبح سبتم هنا طبقتين، طبقه بون وطبقه كارتج دخلوا في بعض. فلما حضرتك تيجي عاوز تردها تاني لازم تمسك السبته الكارتج كده وتشدها لبره كده اهو، الاله اللي بتمسك السبته الكارتج وتشدها لبره اسمها اش فورسب. اش فورسب بتمسك دي بتستخدم في الديبريزد فراكشر، تمسك السبتم وزقها لبره اسمها اش فورس. صلحت ليه وصلحت ليه؟ شكرا، قوم يا حبيبي روح يلا بيتك. لا بالسلامه، هتلاقي رجع اتكسر وقع تاني، هتلاقي رجع السبتم ده وقع تاني والسي شيبد رجعت عمل تاني. ليه؟ لانك ما عملتش فيكسيشن. وفي قاعده عامه في اي كسور يقول لك فراكشر تريتمنت يساوي ريدكشن اند فيكسيشن، الكلمة دي مشهورة جدا في العظم، يقول لك واحد عنده فراكشر تريتمنت ريدكشن اند فيكسيشن، رد الكسر وثبت، واحد اتخبط عربيته اتخبطت رد الكسر على البارد والحم وثبت، رد الكسر وثبت، ماشي؟ رد الكسر وثبت الاكسدام تاني في ايه في مكانه، ثبته عشان ما يقعش تاني. فريدكشن اند فيكسيشن هثبت ازاي بعد ما رديتها على البارد؟ ارد اثبتها ازاي؟ اثبتها في بلاستر وفي بريه عشان مش تقع تاني، بلاستر فريون بلاستر العادي، او نزل اكسترنال نزل سبلنت دعامه خارجيه للانف، او اكسترنال نزل ستنت احطها واحط عليها البلاستر عشان اثبتها، ماشي؟ ده اللي هو الايه الاميديت. طب افرض جالك فتره الاديمه مش هينفع تعمل له العمليه، امال اعمل ايه؟ انتظر لحد ما الاديمه تروح، واثناء فتره الانتظار دي اعمل له الحاجات دي انتيبيوتيك، وهنا ممكن اهوت فومنتيشن فتره انتظار عشان الاديمه تروح، اتكونت خلاص والفورمت عمل لها ايه هوت فومنتيشن وانالجيزك. عدى اسبوع حضرتك والاديمه راحت خلاص تاني، الكونت راحت، ارجع تاني ادخله العمليه واعمل له الحركات الحلوه دي، وعلى فكره العين اللي هو اتكسر وبعدين جالك متاخر حصلت اديمه وبعدين جالك تاني عشان ترد له الكسر بعد ما الاديمه راحت، بيبقى ساعتها العيان تقريبا ما عندوش اديمه وممكن يتعايش مع ان مناخيره معوجه. حضرتك بقى بتدخله عمليات بتكسر له مناخيره من اول وجديد، بترجع على فكره الاديمه تتكون من اول وجديد، تمام؟ فيحصل تبتدي تعمل له ريدكشن فيكسيشن بنفس الطريقه اللي فوق، هي نعم بتبقى اصعب شويه لكن ممكنه. طب لو جالك بعد اسبوعين مستحيل خلاص المناخير سبت على الشكل ده،
حصل في الفراكشر نيو كيلس فورميشن، الحل ان انا اجيب شاكوش واعمل اوستيوتومي، اكسر العظم كسور جديده واصلح العظم تاني. العمليه دي يسموها الراينوبلاستي، اعاده تشكيل الانف، اسمها الراينوبلاستي، ان انا اعمل كسور جديده واصلح الاشياء المشاكل الجديده. وعيان زي ده بالذات لما اجي اعمل له راينوبلاستي، يا ريت ان انا اقدر اصلحها له بشاكوش. ده في الغالب بنريح دماغنا ونحط له اوجمنتيشن راينوبلاستي، يعني بجيب له حته كارتليج وازرعها تحت الجلد هنا اهو عشان ارفع الايه المناخير عشان الشكل، خاصه لو مش معاه فانكشنال اوبستراكشن. ده دي اسمها راينوبلاستي. ده بالنسبه للفراكشر نيزال بون. نخلي تسجيل التروما على فيديو تروما، نخليه على تسجيلتين. التسجيله الجايه هنتكلم عن سي سي فراينوريا وعن اورو انترال فيستولا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في التسجيل القادم، وبالتوفيق ان شاء الله.